هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز. نحن اليوم موجودين بالمهرجان العربي الأول للمواهب الخاصة. خلونا نتعرف أكثر على هيدي المواهب. نحن جينا نرقص إجي للعالم كلياته. أنا اسمي بلال، جيت من المغرب وشاركت في المهرجان. اسمي فادي حلاق من سوريا، جيت أعزف بلبنان عشان العالم تشوف دقي وجاي أقدم رقصة نارين نارين ونعمل مواهب خاصة لنا وعلى كل شيء. أنا اسمي لميس مورا، نحن جينا بقدمكم رقصة هندية رنان ونحن عم بجينا كل العالم شرق بصفونا ومسائركم كثير ونحن حبايبكم كثير. نحن طلب هيدا خاصة ناري ناري وطلن شفنا من مغرب من سوريا، شفنا نحن كيف شفنا كيف نحن القوس وبعد نحن بلوس علم أكثر وأكثر بحياتنا مستقبلنا. نحن من المهرجان العربي الأول للمواهب الخاصة، وهو المهرجان السادس على صعيد لبنان. هيدا المهرجان بتنظمه جمعية أصدقاء المعوقين مركز إعداد. المهرجان بضم 12 جمعية مشاركين، في 9 جمعيات من لبنان وثلاثة من البلاد العربية، في عنا من المغرب من سوريا. وهيدا المهرجان أكيد هدفه الأساسي هو دمج الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، ولحتى المجتمع يعرف أنه هيدول الأولاد عندهم مواهب، ومواهب كتير مهمة وكتير قوية، وهن قادرين يقدموا ويكونوا مثل أي ولد تاني بالمجتمع. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا اللوحات الفنية يلي تميزوا فيها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز.